السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة معاكم احمد من كلاشن كوف. النهاردة نلعب لعبة حرب الخليج. هنلعب لعبة قديمة، قديمة فشخ، يعني سنة 92. والنهاردة معانا زميلنا احمد عمرو. بخير اسمه خير. بلاش. زميلنا احمد عمرو هيلعب معانا، والنهاردة هنلعب لعبة من انا بصراحة يعني حبيبة الى قلبي. احن قليل من زمان. بس عادي نفتكر عادي. يلا بينا نلعب. يلا بينا نلعب. اما تخلى تلعب ايه انت بتقوله ده؟ خلى يا ابني ما تتكاش على حاجه. بص انا هاب ماركو. العب تمام. مش هتتحرك ازاي ده؟ بتهزر؟ بعد كل ده وتيجي في الاخر ده ما اشتغلش؟ يعني بقى لنا ساعه بنقدم يا عم. هو يا عم شغاله اهو يا عم. يا عم عشان بس الان كانش قايل. بص من الاخر كده، الاثنين دول ستات ودول الاثنين دول رجاله. انا اخترت راجل. بس نختار راجل. ده راجل بس انت شايفه ايه؟ مش عارف، مش واضح. يلا يلا يا عزم. انت فاكر ايه اساسا؟ لا بس شغال عادي. هنعرف البيراميدز. بيراميدز حلو. ممكن اسمه ده تركي الشيخ الدين اي حاجه كده. يلا بقى عايزين نفشخهم يابا. انت بتعمل، انت بترجع لورا. بجرب بيلعب من ايه؟ انا ناخد السلاح يا ابني. تعالى هنا يلا. ايوه كده. بص فلق لهم يا ابني الجد. سلاح يلا خدته. بجري. يلا هات سلاح يلا. خد العب يا معلم. حاسب. تعالوا يا اولاد الهرمه تعالوا. حاسب يلا اضرب فوق. يلا اضرب فوق. ما بيضربش ده، بيتضرب عليا يا ابني. انا موت السرعه دي يا ابني. حرب، حتى حرب خليج مش عارف تكسب فيها يا دي. ما بيضربش. بص بيضرب في 3 ساعات. ثلاث ساعات كده اسرق. فكيت اسرق. ما انا اللي باخد الحاجه منه. اضرب يلا هيحدفوا قنابل. انا ما تقربش يلا. نط. انت بتنط فين يا دي امي؟ برجع لورا. خدت ذخيره يا ابن اللذين. ما خدتش حاجه من اولها اصلا. طيب العب. استنى انا افك الاسير اللي فوق ده يلا. استنى تعالى يا ابن الكلب. عايز سلاح. انا اللي موت. يلا مطعم سمسم. سمسم حلو. ده فين اللي كان فيه؟ مطعم سمسم غذاء. استنى انا. ايوه الواد ده. ايوه انت اللي خدته يا ابني. طب سيبني، كنت انا اضرب فوق يلا. تضرب فين؟ انت بتضرب عليا انا. اديك امي. بص اضرب. بص اضرب ابن الكلب اللي انت بتعمل ايه؟ بص اضرب انت فوق. ادي يا عم. اوعى. بس كده. انا ما بضرب صريخ والله. بس خلاص. لا لسه فوق. بس خلاص كده انتهت. على يا ابني لسه. احنا لسه خلصنا. مش كده. طب مش خلاص. بقول لك ايه، هتركب انت الجمل وانا هركب. اركب انت الجمل، نط عليه. بس يا ابني يا ابني، يعني اديك الجمل عشان تيجي تموت يا دي امي. بنزل منين طيب؟ يا ابني ندوس ستارت يا ابني. مش تقول خلاص انا كمان الجمل يا ابن الوسخ. يا عم موتوه، مش عارف انت موتوه يا ابن الكلب. بس خلاص كده اركب انت الجمل بقى. ماشي يا عم. حاضر. طيب لازم يلا. ما تقتلش الواد الصغير. يلا الواد الصغير لسه. يلا ما تقتلش الواد الصغير يا ولد الكلب. ينط الجمل. بس استنى اكيد ينط. بص انا هركب بقى الدبابه وانت تركب. بص عايزين ندشملهم. اضرب. بص اضرب في اي مكان. اضرب في اي مكان. الحزام شغال. بس كده. اضرب بقى. اضرب. بس استنى بقى عشان في. تعالى بقى تعالى. بس ما تضربش على الفاضي. ايوه اضرب بقى فوق. اضرب فوق. ابعد عن الحاجات اللي عماله بتزرع. على فكره الزراير ده بتعلق. على فكره مش حاجه بتعلق على فكره. والله العظيم بيعلق. ما تحلفش. هو عشان ما حدش بيستخدمه كتير ف والله هو يعني. والله ما بيضرب. بيضرب ساعات ساعات. لا بتضرب من ايه؟ هو بيضرب ساعات وبيضرب. شوف خليتنا اتكلم لحد ما سرحت. خلاص. طب سيبني انا بقى السلاح بقى. يا عم بس حلو. عايش. ابعد بقى انت تعالى. عايش. فشخ. اضرب. ايه ده؟ ايه هنموتها في سنه؟ ايه يا اخي الخير؟ اركب الجمل. ما تسيبوش. متدخل؟ لا بتاعي تضربني. ما ينفعش كده. يلا ما انت امال يعني. خلينا تضربني. اجري يا مجد. ضربك. انت الكلب. موتي بقى. ايه هنقعد نموت فيها ساعه؟
حتى مفيش حاجه بتدل حتى على دم او اي حاجه وبتاع. يلا يلا انزل تحت البتاع. لا 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 يا بنت الكلب، بقول لك انا مش هركب الجمل. اركب انت الجمل. بص انا موت يا ابني يا ابني ما تتكش. بقول لك يلا ايه اركب الجمل واقف انت قدامه، انا هقف تحت اموت من تحت. دوس دوس بس ستارت يا عم. يلا هتقولي سلاح بقى. ايوه كده بس ما بيضربوني يا عم. انت ما انت مش قلتش تضرب يا ابني. ما تدوسش بوز. بس نص دوس بس. انا بقى اضرب فوق بقى. خلاص انزل معايا تحت وتعالى نضربها من تحت بقى. هتنزل بالجبل هتموت ده اكيد يعني. وانت عايز تنزل جامد الصاروخ ما يجيش فيك. ماشي اضرب انت على الصواريخ وانا اضرب فيها. تمام يا عم. خدت السلاحين ليه يا زكي؟ يا زكي خدت سلاح. خدوا بقى يلا. انا جاي النهارده عشان اشيله بس حاجه. يا ابني برضه داخلي بالجنب يلعن ابو البطاقه برضه. زكي البس بقى زكي. انت عايز ادوخ الصواريخ بس ما دخلتش. وهيموتوا يا ابني الجزمه. العب ام الجمل ده بقى. داخلين في امي. اما تموتي بقى انت. ايه ده؟ انت الكلب وده ما بتموتش عن ابو كده. عاش عاش. حلو حلو. ايه ايه عاش. اضرب اضربي يا بنت الكلب. موتي بقى. ده احنا بقالنا ساعه بنموت فيها. ايه ده؟ دي امي. سرحت سرحت ما ركزتش مع الصواريخ. بروح فين؟ انت هتفضل موتيني كده؟ انا اول ما الصاروخ بيعدي وموت. اضرب ناحيته على فكره بالفرقه. هو بيجي التاني فيا على طول. احنا كده مش هنخلص. اخيرا يا خرج الله. هدي امي نبرز مر حرام وداع. الله وكان مكتوب ايه عندي؟ ايه ده مكتوب عندي؟ عندي عندي اسهال. عندي اسهال. ايه ده؟ تصدق انا كمان عندك اسهال؟ لا بس شغال على يلا بقى. انا اللي انا ناخد السلاح. هاخد سلاح الليزر يابا. هدي وسع يلا. وسع على عن كل الاسفلت يلا. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه؟ يا ابني ما تموتش دول. دول معانا. دول معانا ما عشان دول معانا. هنموتهم ايه؟ موت المومياوات اللي هيخشوا عليك دلوقتي. بص موت انت ولا ما موت انا اللي فوق. انت بتنتج فين يا ابني؟ موتهم. ما افتكرت انا طلعت فوق. ربنا يلا موتهم بقى. ايوه موت. ايوه بس موت. ايوه موت موت. يلا حسب عشان بيحولوك. موت يلا موت. ايوه يا ولد يا ولد يا ولد. التقسيم اللي عليهم يا ولد. ايوه ايوه هاخد السلاح. انا ما اخدش. عايز اخد السلاح. اخد رياء اعمل. ما ينفعش السلاح يا عم. طلعت رياء عشان لو كنا اتحولت كنا انت خدت السلاح اهو يا عم. عايز حاجه اكتر من كده؟ انا اتحولت. ذكي ذكي. ما انت غاشق في وشه. طب اضرب بقى. اضرب في المية بتنط وتضرب كده بس كده يا ابن الميت ده. يحولني. مش مهم مش مهم. اضرب اضرب اضرب. الكلاب دي بنت كلب. تقول هو من هنا واحد يموت من هنا. ماشي تعالى تعالى. اطلع اطلع. تعالى تعالى يا حبيبي. تعالى يا بنت الكلب. تعالى في سلاح ورا اهو. انا اللي هلحقه. سيبوني انا بقى. انت معاه. ماشي اطلع. طيب ما لازم ندمر البتاعة دي يا ابني. انت بتنط فيها؟ بتنط فيها. السلاح طار اهو. يا ابن الكلب. موت الكلب. يا ابن الكلب. ايوه لو من النجار. الو النجار؟ اه الو عبد الله. الو ايه؟ جاي ان شاء الله. على امتى كده؟ يا نجار على امتى؟ دي اتحولت الساعة 3 ونص. انت فين اصلا دلوقتي؟ بس انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ اضرب 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 ضرب. خلاص ماشي عدى عليك 4 ونص 5 بالكتير. مع السلامة يا نجار. مع السلامة. ده مش انا اللي بتكلم. مش عارف الفرق. هدي امي. لا
يا ولاد الكبش. ايه ده لسه ما قفلش يا نجار. اقفل يا نجار يا سيدي يا نجار. يا نجار اقفل يا نجار. ايوه قفل. يلا عشان نروح عشان كده بقى شكلنا. هقول له كنت في الكليه يقول لي فين القدم. انت رحت الكتب اساسي؟ طبعا عمرك ما رحت الكتب. ده انت حتى بتجيب الكتاب وتيجي بيه. موته يا ولاد يا ولاد الكلب. بوز. في نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبكم. اكيد طبعا مش عجبكم عشان عارف الواد ضافين وانا اتضرب منه اصلا. انت اللي بتضربهم هنا موجود يا بخت. خلاص هو عايز يتقابل. في النهايه يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبكم وما تنسوش تستنوش تاني.